شايفين كده؟ وصل كده يا جماعة السكرين اللي قصادكم؟ مكتوب ايه عندكم؟ كورس انتروداكشن. انتروداكشن. كورس انتروداكشن. ماشي، انا بس ايه هشيل الفيديو علشان خاطر ما يأثرش على الايه؟ على الكونكشن، ونبتدي نسمع اوديو. اوكي. طيب احنا جزء من اللي احنا هنعمله النهارده ان احنا نتكلم عن الكورس، وبعد كده بعد ما نتكلم عن الكورس، وانتوا لو عندكم اي اسئله نبقى نشوف اول موضوع هندرسه مع بعض ايه. الكورس انترودكشن، انا اسمي طبعا دكتور مكرم رشدي، الميل بتاعي الميل ادرس موجود على كل الباوربوينتس ديت هتبقى افيلبل على ال ام اس وعلى التيمز، هتبقى افيلبل ان بي دي اف فايلز موجوده على الايه على بوس على التيمز وعلى ال ام اس، بحيث ان اي واحد فيكم يقدر ان هو يوصل للماتيريالز، كل الفايلات وكل الحاجات اللي انتم محتاجينها او انا شايف ان انتم هتحتاجوها انا هبقى حاططها لكم على الاثنين، على التيمز وعلى الايه وعلى ال ام اس، بحيث كل الناس تقدر توصل له. طيب احنا نعمل كده ونقول ايه بقى عايزين نتكلم عليه النهارده. اول حاجه الكورس كود بتاعنا اللي هو بي اتش ام 212 اس، لو في حد مسجل حاجه تانية غير ديت يطلع اظنش يعني كلكم فاهمين. الكورس نيم كومبلكس سبيشال فانكشنز اند نيوميريكال اناليسيس، دول ثلاث موضوعات. الحقيقه الكورس ده كورس مضغوط قوي قوي قوي. مضغوط ازاي؟ دول ثلاث موضوعات، الثلاث موضوعات دول كفيلين ان كل واحد فيهم يبقى كورس. يعني اذا كنا احنا بناخد محاضره في الاسبوع يعني في 14 اسبوع مثلا يعني، فالكومبلكس نقدر نتكلم عليها في 14 محاضره واكتر لوحدها، السبيشال فانكشنز نقدر نتكلم عليها برضو في 14 محاضره واكتر، وهكذا النيوميريكال اناليسيس. لكن احنا هنحاول ان احنا الاجزاء اللي احنا نعلمها لكم نديلكم فيها الاجزاء الضروريه، بحيث ان انتم لو احتاجتوا اكتر من كده تعرفوا تدرسوا، تعرفوا تجيبوها منين، تعرفوا ان الموضوع ده ليه ابعاد اكتر من كده، علشان مش هنقدر نغطي كل حاجه، وده هيتطلب منكم ان انتم تبذلوا مجهود اكتر. طبعا انا بكلم طلبه اتصالات، مفروض ان انا مقتنع وعارف ان طلبه اتصالات هم اعلى طلبه في الكليه، اعلى طلبه ندرس لهم ماسيماتكس، اعلى طلبه يفهمونا بسرعه، اعلى مستوى يعني الكريمه بتاعت الكليه زي ما ايه زي ما الناس بتقول. انا حاسس بكده ومقتنع بكده، وان شاء الله هنشوف مع بعض. فعشان تتعلم لازم تبذل مجهود، لازم تشتغل بايديك، لازم تشتغل بايديك كويس قوي قوي قوي. الكورس اللي احنا بندرسه ده او الثلاثه سبجكتس دول اللي احنا بندرسهم يتميزوا كلهم بانهم سهل ممتنع، سهل فيهم ميزه وعيب. ميزه انها إذا أنت دربت إيدك كويس فأنت هتدخل الامتحان تقفله، إذا أنت يعني اشتغلت كويس. إذا ما اشتغلتش كويس، إذا ما مشيتش إيدك ممكن ما تعرفش تعمل حاجة. فاللي مطلوب منكم إن طبعًا ده هيبقى متابعين وإحنا مع بعض، وهندي لكم حاجات تذاكروها وحاجات تقروها وحاجات تحضروها وحاجات تكملوها، يمكن ما نعرفش نكمل كل حاجة طبعًا نتيجة ساعتين في الاسبوع ده قليل على الكورس ده، فهندي لكم حاجات تكملوها، اللي هيكملها بايده ويبذل فيها مجهود هيلاقي نفسه وهو داخل الامتحان الحل في جيبه. في نقطه كمان في الكورس ده، ان في بعض الاحيان الالجبرا او الكالكوليشنز بتاعتها بتبقى رخمه، فبتبقى عايز ان انت تبقى متعود عليها. يعني في مسألة جزء من الحاجات اللي هندرسها، المسألة بتتحل في نص ساعة، بتفضل تجتهد ان انت تحل اول مسألة تحلها في نص ساعة،
تاني مسألة تحلها في نص ساعة لخمس دقائق، تالت مسألة تحلها لغاية ما توصل إلى إنك بتحل المسألة ديت في عشر دقائق ربع ساعة، تعرف تحل المسألة تعرف تاخد فيها درجات كويسة. طب ده هيجي إزاي؟ ده هيجي بإنك تدرب إيدك تحل كتير. ماشي، يبقى الكورس نيم Complex Special Function and Numerical Analysis. الانستراكتورز اللي معاكم دكتور مكرم، ودي الميل ادرس بتاعي، ومعايا كمان الدكتور محمود عبد المؤمن، هو هيدي لكم الايه الداتا بتاعته، وهو يتواصل معاكم في اول محاضره هو هيشتغل ايه معاكم فيها. هنقسم المحاضرات ازاي؟ هنقسم المحاضرات موضوعات، انا وما بيني انا وما بين دكتور محمود عبد المؤمن، موضوعات يعني كل موضوع حد هيديه ماشي يخلصه او يخلص جزء منه، بعد كده يدخل الدكتور الثاني يشتغل ايه يشتغل معاه. التكست بوك اللي احنا هنشتغل منه، وهو في الحقيقة الموضوعات اللي بنشتغلها ديت علشان تدرسها كويس، مفيش كتاب واحد يلمهم كلهم. لو وجد كتاب واحد يلم الموضوعات دي كلها هيبقى الدبس بتاعه في كل موضوع قليل، زي التكست بوك اللي احنا بنشتغل منه اللي هو Advanced Engineering Mathematics بتاع إروين كرايزيج، تنسديشن اللي هو يعني الاصدار بتاعه سنه 2011. هتلاقي ولو انت دورت على طبعا على الكتاب دوت، هنزل لكم الرقم بتاعه في موضوع المعرفه ديت، تقدروا تدوروا عليه وتقدروا تنزلوه داونلود الكتاب دوت، يبقى موجود معاكم ويبقى تكست بوك موجود معاكم. لكن مش هو كل حاجه احنا هنعتمد عليه، هنعتمد اكتر على اللي احنا بنقوله، هنعتمد اكتر على اللي احنا بنقوله. ثواني استاذنكم بس ارد على المكالمه دي. سوري يا جماعه، انت سامعني؟ ايوه تمام. لسه معايا ولا مشيت؟ ها حد يرد يقول سامعني؟ ايوه سامعني. ماشي، خلوني احس ان معايا ناس مش لوحدي. ف Advanced Engineering Mathematics بتاع كرايزيك ده هتلاقي كتاب حلو يلم كل الموضوعات دي، بس في بعض الموضوعات بيبقى شالو شوية مش بيبقى نازل ديب. عشان كده انتوا هتعتمدوا اكتر على اللي احنا هنقوله في المحاضرات والماتيريال اللي هنسيبها لكم، والكتاب تقدروا ترجعوا له في more examples more readings. لكن هيبقى الجايدنج لاين بتاعنا هو اللي احنا نقوله في الايه في المحاضره. طيب، لان الموضوعات ديت لو احنا تبحرنا فيها ممكن ندخل في سكك ما نعرفش نرجع ايه نرجع منها، لو تبحرنا قوي يعني من غير جايدنج يعني، والساعتين مش هيقضونا ان احنا نتبحر. الكونتنتس بقى الموضوعات، اول موضوع اسمه سبيشال فانكشنز، هناخد منه تو فانكشنز. ليه سموهم سبيشال ومواصفاتهم ايه؟ ده اول موضوع. هناخد واحده اسمها ذا جاما فانكشن اند ذا بيتا فانكشن. بعد كده هندخل على موضوع بيحل ديفرنشال ايكويشن بس بطريقه يحل يجيب الحل ان سيريز، يجيب الحل ان سيريز. عشان كده لازم تكون بتعرف تتعامل مع تحل اوردينري ديفرنشال ايكويشن، ولازم تكون كمان بتعرف الكونسبتس البيزك كونسبتس بتاعه السيريز، الباور سيريز، امتى الباور سيريز تبقى كونفرجنت وامتى تبقى دايفرجنت بتاعها ايه والكلام ده كله. الموضوع الثالث اللي احنا هنتكلم فيه هو موضوع اسمه بيسل فانكشنز. ايه هي بيسل فانكشنز ديت؟ هيبقى في بيسل ديفرنشال ايكويشن ونحلها، وبيسل فانكشنز لما نيجي نتكلم معاها ايه عليها نقول هي ايه. يبقى سبيشال فانكشنز، سيريز سوليوشن، بيسل
functions. بعد كده حاجة اسمها legendre polynomials. كل دولة يدخلوا تحت البند بتاع special functions. وبعد كده functions of the complex variable. احنا عندنا function بس ال variable هيبقى complex. مش هيبقى real. مش عندي مش w بيساوي f of x. مش w بيساوي f of x. او y بيساوي f of x. مش هيبقى y بيساوي f of x. y بيساوي f of x ال variable ده real والindependent variable هو كمان real. لا اللي احنا هندرسه في الfunction of complex variables ان هيبقى عندي function w بيساوي function في z حيث z دي هي x زائد i y عبارة عن مش real هي عبارة عن complex variable. زي نتعامل معاها وزي نعرف نعمل لها differentiation ونعمل لها integration ونستفيد بيها ازاي. ده الشغل بتاع function of complex variables. بعد كده هناخد numerical solutions for ordinary differential equations. احنا بنعرف نحل differential equations بس بنجيب لها الحل analytic. احنا هناخد في الكورس ده ازاي نجيب numerical solutions مش analytic solutions لمين؟ للordinary differential equations. وبعد كده numerical solutions for partial differential equations. ده ال content او الكونتنتس بتاعه الكورس كله. ماشي. طيب الجريدنج بوليسي according to ايه؟ The grade you receive will be based on the performance on the quizzes, midterm, attendance, participation reports and assignments and final exam according to the following table. توزيعة الايه؟ توزيعة الدرجات ايه؟ final exam هيبقى عليه 60%. ميعاده امتى؟ الفاكولتي كالندر بتحدده. 10% بيبقى على quizzes and announced. طبعا احنا مش هنعلن امتى يبقى في الكويز. في اي وقت احنا نقدر نعمل لكم كويز سواء اونلاين او اون كامبس. في اي وقت نقدر نعمل لكم كويز. دول الاثنين هيبقوا عليهم 10%. assignments و reports هيبقى عليهم 10% وال one midterm هيبقى عليه 20%. كده يبقى ادي المية ايه؟ ادي المية في المية بتاع الايه؟ بتاع الترم كله. اوكي؟ وفين الاتندنس يا دكتور؟ نعم. وفين الاتندنس فيهم؟ فين الاتندنس؟ حاجة غريبة قوي. حاجة غريبة قوي. هو انت تفتكر ان ينفع حد ينجح في المادة بتاعتنا دي من غير اتندنس؟ تفتكر يعني؟ لا لازم برضو واحد. تفتكر ان في واحد قاعد في البيت وما بيحضرش وهينجح يبقى يقابل؟ لو احنا عايزين نساعدكم شوية نروح واخدين 5 درجات من اي حتة ونعمل عليهم اتندنس. لكن انا مش شايف ان احنا نعمل عليهم درجات. ليه؟ لان اللي ما بيحضرش اصلا مش هينجح. ماشي؟ تمام. مش احنا كده ولا كده هناخد اتندنس في كل حاجة. يعني انا النهاردة في اثناء المحاضرة في نص المحاضرة او يعني في اخر المحاضرة او في نصها ويمكن ساعات في اولها هروح واخد الايه اروح جاي كده هوت واروح اهو انتوا شايفين اهو جاي كده واروح عامل ايه فين الاتندنس اهي هنا يمكن نروح واخدين الايه نروح اهي نروح واخدين الاتندنس اهي participants لو هنا كده هو عملت كده وقلت داونلود اتندنس ليست هيديني كل واحد موجود وكل موضوع وكل واحد موجود دخل امتى وخرج امتى ودخل امتى تاني وخرج امتى تاني وكل ريبورت بالكامل. يعني لو واحد دخل ثم خرج هبقى عارف هو ايه. لكن سيبك من الحاجات الصغيره دي حاجات صغيره. اصلا احنا مش بنلعب على ال5 درجات بتوع الاتندنس. احنا بنلعب على ال100% بتاعه الكورس. ال100% بتاعه الكورس ديت عمري ما اديها يعني على ادي عليها 5 درجات اتندنس. واخد بالك؟ ف ممكن نحط درجات على اتندنس نتفق معاه. ممكن نحط بونص على اتندنس. ممكن نحط اي حاجه يعني بس ما تقلقش في الحته دي. وطبعا مش طلبه اتصالات اللي انا اقول لهم الكلام ده هوت. انت مش بتحضر عشان تاخد درجات الاتندنس. انت بتحضر علشان خاطر
تتعلم نمرة واحد. وفي الحقيقة أنا بحرص إن أنا وأنا بشتغل معاكم إن أنا مش بس أدرسكم وأدي لكم علم، بحرص إن أنا أدي لكم طريقة تفكير. Not information but formation. يعني أنا نفسي إن إيه، إن إحنا لما نتكلم مع بعض ولما نتعلم مع بعض ولما نقعد مع بعض مش نقول هو كان عايز يدينا إيه كعلم، لأ، نقول إحنا نفكر إزاي، وهو ده الأهم، وهو ده اللي بيطلع مهندس، مش بيطلع يعني أي كلام يعني، هو ده اللي وهو ده اللي بيفرق على فكرة ما بين خريج وخريج يعني. تمام. طريقة تفكيره، قد إيه هو مجتهد، قد إيه هو متعاون مع الناس، قد إيه هو بيشتغل في تيم، دي حاجات كتيرة أو. أنا سيبك من خمس درجات بتوع الأتندنس دول، أنا ممكن أديهم لك بونس يعني، مفيش مشكلة. أوكي، حد عنده أي سؤال تاني؟ Assignments grading. Students are required to submit the assignments in time. إحنا هنقول لكم الأسايمنتس وهنديكم لستة بالأسايمنتس كلها، وهنقول لكم يا جماعة أنتوا مفروض، هو مفروض أن أنت هتسلم في الكورس خمسة أو ستة assignments، كل واحد هيبقى عليه ويت معين، كل واحد هيبقى ليه تايم سكيدول، كل واحد هيتسلم في يوم معين، وبالاتفاق مع الاسيستنس هياخدوا منكم الحاجات دي. Late submission up to one week leads to grading of assignments of 75% of from its grade. يعني لو انت سلمت الاسايمنت ليت لمدة اسبوع واحد، الماكسيمم بتاعك يبقى 75%، لو سلمته بعد كده هوت هيبقى الماكسيمم بتاعك 50%. لو سلمته في الاخر خالص كده، لو جيت لي في الاخر خالص وقلت لي الاساينمنتس اهي، هتاخد 0%، مش هتاخد حاجه. ماشي، يعني ليت دي فرزر ليت، يعني فرزر ليت يوم يومين ثلاثه، لكن مش تبلط في الخط وتيجي في النهايه تقول انا الاساينمنتس اهي. ماشي، لان المفروض ان احنا بنساعدكم على ان انتم ايه تذاكروا وتسلموا الحاجات في وقتها، لانك لو سبت الدنيا تتراكم عليك مش هتعرف تنجح في الماده دي. هتلاقي تيبل بالشكل ده، او هتلاقي الاساينمنتس موجوده عندك بالشكل ده، يعني ده مثلا على سبيل المثال، ده حته من الاساينمنت 1، هتلاقي في مجموعه مسائل في على الجاما والبيتا مديها لك، عايزك تسلمها كلها، عايز تسلم جزء منها، عايز تسلم ارقام معينه، هنتفق مع بعض وهنطلب منكم الايه الحاجات دي. الاساينمنتس هتبقى موجوده معاك من الاول، الماتيريالز موجوده معاك على الال ام اس وعلى الايه وعلى التيمز. حد عايز اي حاجه؟ حد نفسه في اي حاجه؟ حد عايز يسال اي حاجه لغايه دلوقتي؟ دكتور معلش، هو الماده كانت بتدرس قبل كده ولا تبع اللائحه القديمه؟ لا، الماده دي اول سنه تدرس الماده دي، لكن الماده دي كان اسمها حاجه تانية، كان اسمها كالكولس 3، كان اسمها ماثيماتكس 3، ماث 3، وكانت بتدرس في سنه تانية كهرباء العام. بنفس المنهج يعني وكده ولا؟ لا، مش نفس المنهج. ماشي، شكرا. 60% منها، 60% منها كان بيتدرس في ثانيه كهرباء، لكن هي ماده اول سنه تتدرس السنه دي. انتوا اول دفعه ثانيه اتصالات، صح؟ حد بيسال سؤال تاني؟ ده الفايل الاولاني اللي انا عايز اناقشه معاكم. في فايل تاني، ده أول موضوع يا جماعة هنتكلم عنه. حد عايز يسأل أي حاجة قبل ما نبتدي؟
حد عايز يسأل عن أي حاجة خاصة بالمنهج أو بالكورس أو بالامتحانات أو بالدرجات أو بالتسليمات أو قبل ما نبتدي ندرس أي حاجة؟ دكتور. نعم. معلش، هو أنا كنت المفروض إن أنا أحول الاتصالات، فأنا بحضر المحاضرة دي تمام، بس هو فكرة إن التحويل. طب أنت دخلت على التيم إزاي؟ واحد بعت لي اللينك إن أنا أدخل. بعت لك اللينك. طيب اوكي. اول ما اسمك هينضاف وهيقبلوا تحويلك، هتبص تلاقي نفسك دخلت على ال ام اس على مكانك هنا وعلى التيم اوتوماتيك. تمام، بس هو الفكره ان كل الكلام ده هيتاخر عشان المستنيين النتيجه طب وماله ما يتاخر ايه يعني؟ ما يتاخر الفكره في التسليمات والكويزات اللي حضرتك بتقول عليها دي وليها ميعاد. طبعا. هو انت مش عامل حسابك ان انت تحويلك يتقبل وتبقى في اتصالات؟ تمام، عامل حسابك لو تحويلك اتقبل ده بعد 5 اسابيع هتقول ابتدي بقى اذاكر وابتدي بقى اسلم؟ طبعا هيبقى توليت عليك، هتبص تلاقي الدنيا كلها متراكمه عليك. فانت قصادك حاجه من اتنين، لو انت حاسس ان التحويل بتاعك هيتقبل انت خلاص، انت هتعامل نفسك على اساس ان انت في اتصالات وتبتدي ايه تقول ده انا في اتصالات وهبتدي يعني ايه اجو اون واسلم الحاجات في وقتها، بحيث ان انا ما ابقاش متاخر، مش متاخر على التسليم. انا ممكن اقول لك ماشي هدي لك اكسكيوز تتسلم متاخر، بس ده مش في مصلحتك، خد بالك. يعني انا امشي الكورس عادي كاني مسجله واسلم في المواعيد مظبوطه؟ طبعا. الا اذا انت حاسس ان انت تحويلك مش هيتقبل، دي قصه ثانيه. لكن انت حاسس بايه هو اللي هيخليك الدهو، هيخلي ده الدافع بتاع التصرفات بتاعتك. شكرا دكتور. حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب احنا اول حاجه هنتكلم عنها سبيشال فانكشنز. ويعني ايه سبيشال فانكشنز؟ هنتكلم دلوقتي عليها. اول فانكشن من السبيشال فانكشنز دول اسمها ذا جاما فانكشن. ايه بقى ذا جاما فانكشن دي؟ باي ديفينيشن كده ذا جاما فانكشن از ديفايند از، انت عارف ان في عندنا حرفين جاما، في ديت دي اللي هي يسموها جاما برضو بس دي جاما سمول، وفي ديت ساعات بيبقى في الكتب كده بيبقى ليها ايه ليها شفه كده اهوت، دي جاما. الجاما فانكشن بتاعتنا السيمبل بتاعها فانكشن في اكس، هي ديت الجاما فانكشن اسمها كده. باي ديفينيشن هي هذا التكامل تكامل من صفر لغايه انفينيتي بتاع تي باور اكس ناقص 1 اي باور ماينس تي دي تي، لان التكامل ده ديفينيت انتجرال على تي، فلما هنكمله هيطلع فانكشن في تي واكس، لما نعوض عن التي بصفر وانفينيتي هتختفي التي خالص، فهيظهر ان ديت فانكشن في مين؟ في الاكس. طبعا نعوض بالزيرو اوكي، نعوض بالانفينيتي يعني ايه؟ يعني ناخد ليميت للتي لما تي تقرب لانفينيتي. طيب لان حدود التكامل فيها انفينيتي، لأن حدود التكامل فيها إنفينيتي، فالتكامل ده عرضة إن قيمته تبقى بتساوي إنفينيتي. يعني مثلا أنا بكامل مثلا من 1 لغاية إنفينيتي بتاع 1 على إكس، ده هيساوي كام؟ ده هيساوي لين إكس مش كده؟ من 1 لإنفينيتي، ده هيساوي لين إنفينيتي ماينس لين 1. لين 1 بيساوي 0، ولين انفينيتي بكام؟ بانفينيتي. يبقى قيمه هذا التكامل بيساوي انفينيتي. لكن لو انا بعمل التكامل من 1 لانفينيتي برضو بتاع 1 على اكس سكويرد دي اكس، تكامل 1 على اكس ده بيساوي ناقص 1 على اكس. لما نعوض بالواحد والانفينيتي يديني ايه؟ يعني لما نعوض ادي الناقص، لما نعوض بالانفينيتي انفينيتي 1 على انفينيتي هيساوي 0 ماينس 1 على 1 ب1، يطلع ده قيمته ب1.
يعني قيمة التكامل من واحد لإنفينيتي بتاع فانكشن طلع ساعات يطلع بإنفينيتي وساعات يطلع بإيه؟ بمش إنفينيتي بفاينايت فاليو. التكامل لما يديني قيمته إنفينيتي بنسميه دايفيرجنت. دايفيرجنت يعني إيه؟ يعني تباعدي، قيمته كبيرة قوي أو قيمته عالية أو قيمته متباعدة. ولما قيمته ما بتسويش إنفينيتي بنسميه كونفيرجنت، يعني محتواه يعني 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 ما بتسويش إنفينيتي. هذا التكامل علشان خاطر يبقى كونفيرجنت لابد هذه الفانكشن عشان تبقى كونفيرجنت لابد ان الاكس تكون بوزيتيف، والا لو انا حسبت التكامل ده عند اكس مثلا بيساوي ناقص واحد او بيساوي صفر او بيساوي بوزيتيف ما بتساويش صفر يعني. لو انا حسبت عند صفر او عند ناقص واحد او عند ناقص اثنين او 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 هتطلع قيمه هذا التكامل بنيجاتيف سوري بانفينيتي، يعني هيبقى دايفرجن. طب ليه سموا ديت سبيشال فانكشنز؟ لان الفانكشنز العاديه زي مثلا y بيساوي ساين اكس دي فانكشن عاديه، لو عايز تحسب قيمتها عند رقم جاست هتعوض، عايز تحسب قيمتها عند 30 ديجريز هتلاقيها بتساوي نص، جاست تعوض تحسب الواي. لكن الفانكشن دي لو انت عايز تحسب قيمتها عند اكس بيساوي 1 هتعوض عن اكس بيساوي 1 يطلع لك تكامل تحسبه، عشان كده سموها سبيشال فانكشن. انك مش بتحسب قيمتها بالتعويض لكن بتحسب قيمتها بالتعويض زين تكالكوليت ايه انتجريشن، عشان كده سموها سبيشال فانكشن. اوكي ده الديفينيشن بتاعها، ده الديفينيشن بتاعها. This integral diverges for x negative converges for x positive. لو x positive يبقى ايه؟ يبقى divergence for x negative او بيساوي 0 كمان. يعني هنزودها في البرينتينج بتاع الايه؟ هزودها. ماشي؟ جميل. طيب تعالوا بقى نشوف البروبرتيز بتاع الجاما فانكشن. الجاما فانكشن دي طب هي فانكشن رسمتها ايه؟ قيامها ايه؟ increasing ولا decreasing؟ شكلها ايه؟ شكل السكتش بتاعها ايه؟ طبعا عشان تعرف شكلها ايه لازم تعرف شوية قيم عليها. تقول مثلا عند اكس بواحد الجاما بتساوي 10، عند اكس باتنين الجاما بتساوي 5 مثلا، يبقى الجاما هنا بتقل، خد بالك. فعشان تعرف البروبرتيز دي هنبتدي نحسب شوية ايه؟ شوية قيم. جاما واحد بيساوي 1، طب دي اتحسبت منين؟ دي اتحسبت منين؟ بالمناسبة كده كل برواز نبروزه، كل برواز نبروزه حضرتك تقدر تثبته ومطلوب منك إثباته، إلا طبعا لو برواز ديفينيشن اللي هو ديفينيشن مش هقول لك إثباته. لكن جاما واحد بيساوي واحد لو أنا قلت لك إثباته هتقول إيه؟ تقول آه تحط إكس بيساوي واحد واحسب التكامل أهو، سيت إكس بيساوي واحد يبقى جاما واحد بيساوي كام؟ لما نعوض عن إكس بيساوي واحد فوق هنا اهو اهو هيبقى تي باور 0 بواحد، ويتفضل اي باور ماينس تي دي تي، تكامل من صفر للانفينيتي بتاع اي باور ماينس تي دي تي. طيب تكامل اي باور ماينس تي دي تي بيساوي كام؟ اي باور ماينس تي على ناقص واحد. لما نيجي نعوض بالانفينيتي اي باور ماينس انفينيتي بيساوي صفر، واي باور صفر بواحد، فهيبقى ناقص ناقص واحد اللي هو بيساوي واحد. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو عايز ارسم الكيرف بتاع الجاما، لو انا بقول هنا هو جاما اكس اجينست اكس، تبص تلاقي الكيرف بيمر بنقطه واحد وواحد. ليه؟ لان لما حطيت اكس بتساوي واحد وحسبت قيمه الجاما طلع قيمه الفانكشن بتساوي واحد. جاما نص بيساوي جذر باي، دي من ضمن الحاجات. جاما نص بيساوي جذر باي، وجذر باي دي جذر 3.4، يعني هيبقى اكبر من واحد، يعني الكيرف هيبقى ايه؟ هيبقى decreasing في الفترة من صفر الواحد. طب دي أثبتها إزاي؟ حط الإكس بيساوي نص واحسب التكامل ده. حط الإكس بيساوي نص، جاما نص هيساوي كام؟ T power minus نص اللي هي إيه؟ اللي هي نص ناقص واحد، نص ناقص واحد بماينس نص، E power minus T dt، واحسب التكامل ده. طب التكامل ده هحسبه إزاي؟ استخدم له أهو y باور ماينس 1
ايه ده جت منين باي باور ماينس واحد ايه باور ماينس واي سكوير ديت اكيد في سبستيتيوشن هنا استخدمناه عشان نوصل ديت لواحد على واي ماشي يعني حطيت هنا هوت الايه حطيت هنا هوت التي بيساوي واي سكوير لو انا حطيت هنا هوت التي بيساوي واي سكوير يبقى دي تي بيساوي 2 واي دي واي ادي الدي تي اللي عندي وادي التي بيساوي ناقص واي سكوير وده هيبقى عندنا هنا هو تي باور ماينس ايه هيبقى واي باور ماينس 1 اللي هو 1 على ايه 1 على واي ده بالسبستيوشن يعني ده بيساوي 2 التكامل 2 التكامل بتاع اي باور ماينس واي سكوير دي واي لان الواي مع الواحد على واي راح التكامل ده بقى التكامل ده بقى مر علينا قبل كده تكامل من صفر الانفينيتي هل مر علينا قبل كده كم صفر الانفينيتي بتاع اي باور ماينس واي اللي هو جاوسيان انتجرال اللي هو الجاوسيان برافو عليك برافو عليك وده اللي منه الناس اللي بتدرس probability بقى طبعا انتوا بالنسبه لطلبه كوميونيكيشن probability من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لكم ان كورس probability اللي انت خدته ده هتحتاج له بعد شويه لما تيجي تتكلم على السيجنالز والجاوسيان ديستريبيوشن وال وشكل الكيرف والمساحه تحتيه والفاي والكلام دوت هتحتاج الكيرف فده من ضمن التكاملات اللي احنا سميناها اي وفي الدبل انتجرال حولناها البولر ها حولناها البولر وحليناها ولقيناها بتساوي جذر باي على 2 الاثنين راحت مع الاثنين وطلعت ان دي بتساوي جذر باي وارد جدا يا جماعه ان واحد ما يكونش فاكر دي وانا بذاكر هل كل حاجه انا قلتها يا دكتور انت حضرتك فاكرها لا ممكن بعض الحاجات تكون مش فاكرها فبعد ما تخلص المحاضره وانت بتذاكر تقول هي الحته دي جابها منين فتروح انت راجع لها في الورق بتاعك او في التكست بتاعك او في اي مكان او تسيرش عليها وتجيبها وتزود معلوماتك فيها اقتنعت بيها يبقى الدنيا ايه الدنيا هتبقى ايه بتتبني على بعضها اوكي طيب Note that we have used the well-known formula in تكامل من صفر الانفينيتي e power minus x square dx بيساوي جذر باي على 2 ماشي؟ من ضمن البروبرتيز ان جاما x زائد 1 بيساوي x جاما x يعني جاما 5 زائد جاما 6 بيساوي 5 جاما 5 جاما 7 7 زائد 7 دي 6 زائد 1 بيساوي 6 جاما 6 جاما x زائد 1 بيساوي x جاما x طيب دي برضو نقدر نعمل لها بروف ماشي جاما اكس زائد واحد بيساوي كام حط ريبليس الاكس في الاكسبريشن بتاع الجاما باكس زائد واحد هو جاما اكس كانت كام جاما اكس كان بيساوي تكامل من صفر الانفينيتي تي باور اكس ناقص واحد اي باور ماينس تي دي تي لو انا عايز اجيب جاما اكس زائد واحد ريبليس الاكس دي باكس زائد واحد هيبقى اكس زائد واحد ناقص واحد هيديني تي باور اكس e power minus t dt استخدم integration by parts خد ال u بيساوي t power x خد ال u بيساوي t power x يبقى ده ال u يبقى u في v اللي هي هيبقى t power x في الانتجريشن بتاع ايه في الانتجريشن بتاع e power minus t اللي هو minus e power minus t minus تكامل ها v في du v في du ادي ال v بيساوي نيجاتيف e باور ماينس t هتخلي دي بلس ودي يو هيبقى x t باور x ناقص 1 x هنا كونستنت لان الفاريبل اللي انا بكمل عليه هو مين هو ال t تيجي تعوض هنا تيجي تعوض هنا في الجزء الاولاني بالصفر هيبقى عندي هنا بعوض عن الصفر هيبقى عندي صفر في e باور صفر ولما اجي اعوض بالانفينيتي برضه هيبقى عندي هنا هو صفر علشان e باور ماينس انفينيتي اوكي فهيبقى عندي الترم ده هو بيساوي صفر يفضل اكس في اللي فضل ده ايه اللي فضل ايه جاما جاما اكس يبقى جاما اكس زائد واحد بيساوي اكس جاما اكس اوكي نوت زائد ليميت عند الملا نهايه ليميت عند تي تروح لملا نهايه بتاع تي باور اكس اي باور ماينس تي هي عباره عن ايه هي عباره عن تي باور اكس على اي باور تي التعويض المباشر فيها يديني انفينيتي على انفينيتي لما نستخدم لها لوبيتال هيديني زيرو
قيمتها بتساوي دي. اوكي حد عنده مشاكل؟ حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ نقدر نستخدم بقى البروبرتي دي ان احنا نثبت ان جاما ان زائد واحد بيساوي فاكتوريال ان لاي بوزيتيف ان. ازاي دي؟ لو انا عندي قلت ان جاما واحد انا اثبت انها بتساوي واحد، جاما اتنين بيساوي جاما واحد زائد واحد مش كده؟ اللي هو بيساوي واحد برضه، واحد جاما واحد اللي هو بيساوي واحد، جاما تلاتة بيساوي جاما اتنين زائد واحد، ده اللي هو بيساوي اتنين جاما اتنين مش كده؟ اللي هو بيساوي اتنين في واحد، جاما اربعة بيساوي جاما تلاتة زائد واحد اللي هو بيساوي تلاتة جاما تلاتة، تلاتة جاما تلاتة اللي هو بيساوي تلاتة في اتنين في واحد. فزي ما انت شايف جاما أربعة بيساوي تلاتة في اتنين في واحد اللي هو فاكتوريال تلاتة، وجاما تلاتة بيساوي اتنين في واحد اللي هو فاكتوريال اتنين. يبقى نقدر نثبت ان جاما خمسة، جاما خمسة بيساوي فاكتوريال أربعة، وجاما ستة بيساوي فاكتوريال خمسة، وجاما ان زائد واحد بيساوي فاكتوريال ان. وهنا بس النهاردة بس نقدر نقول هو ليه فاكتوريال زيرو بيساوي واحد؟ النشعة مستوعبينها لغاية دلوقتي، لأن فاكتوريال زيرو هنا هو بيساوي جاما واحد، ده اللي احنا كاتبينه في النوت دي. Because of property 4 the gamma function is a generalization of a factorial of the factorial function where the gamma function is defined for any non-integer value while the factorial function is defined only for a for integers positive integer. مش احنا نعرف فاكتوريال نص، مفيش حاجه اسمها فاكتوريال نص، لان بالسنس بتاع الفاكتوريال، بالسنس بتاع الفاكتوريال، فاكتوريال ده ارقام انتجرز مضروبه في بعضها، ما اقدرش اقول فاكتوريال نص بيساوي كام، لكن اقدر اقول فاكتوريال نص بقى بالسنس الجديد ده بيساوي جاما ايه؟ جاما 3 على 2. اوكي example، فاكرين لابلاس ترانسفورميشن؟ شو ذات لابلاس بتاع تي باور ماينس نص بيساوي جذر باي على اس. طبعا احنا كنا بنعرف نجيب لابلاس بتاع تي باور ان، لابلاس بتاع تي باور ان كان بيساوي كام؟ لابلاس بتاع تي باور ان ده بيساوي فاكتوريال ان على اس باور ان زائد واحد، بس كنا بنشترط ان ان از انتجر، is a positive integer. مينفعش تبقى negative ومينفعش تبقى zero. مينفعش تبقى fraction. لكن دلوقتي لو انا عايز اجيب واقول شو ذات الابلاس بتاع تي باور نيجاتيف هاف بيساوي جذر باي على اس، اجيبها ازاي؟ باستخدام الجاما فانكشن. طب هو الابلاس بتاع تي باور نص بيساوي كام؟ تي باور ناقص نص بيساوي كام؟ باي ديفينيشن كده هيبقى تي باور ناقص نص في اي باور ماينس تي اس تي دي تي. حيث اس positive. لو انا استخدمت سبستيتيوشن وجيت قلت خد يو بيساوي اس تي، خد يو بيساوي اس تي، يبقى دي يو بيساوي اس في دي تي، يعني دي تي بيساوي واحد على اس دي يو. خد ده وعوض بيه فوق كده، يبقى لابلاس بتاع تي باور ماينس نص هيساوي كام؟ التي بتساوي يو على اس، هيبقى يو على اس اول باور ماينس هاف في اي باور ماينس يو في ال دي تي اللي هو واحد على اس دي ايه دي يو. ظبطها كده وطلع الايه، طلع الكونستانس بره اللي هو الاس يعني، فيبقى عندي بره واحد على ايه؟ واحد على اس باور هاف، واحد على روت اس، ويفضل جوه ايه؟ يو باور ماينس هاف اي باور ماينس يو دي يو. ما هي دي، ما هو ده الاكسبريشن بتاع الجاما، بس الفاريبل بتاعه اسمه يو، ما يفرقش معانا اسمه علي حتى مش هيفرق معانا. طيب دي جاما كام بقى؟ الناقص نص ده، الناقص نص ده بيساوي الاكس بتاعت الجاما ناقص واحد، يعني الاكس بيساوي الناقص نص زائد واحد. ومن هنا بنعرف هي جاما كام بان احنا نزود على الباور ده واحد، فدي جاما نص. يعني ده نقدر نكتب ان ده ايه؟ جاما نص على ايه؟
جذر اس جاما نص بيساوي كام؟ جذر باي احنا لسه اثبتناها دلوقتي بيك. ماشي، حد عنده اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ دكتور. نعم. واحنا محتاجين هنستخدم لابلاس ان شاء الله كتير، يعني نراجع عليه جامد ولا ارجع بس على الديفينيشن بتاعه. الديفينيشن بتاع يعني انا المساله دي احتجت بس الديفينيشن بتاعه. لكن هو بص، انت يعني في اي حاجه بتدرسها بيبقى فيه بيزك كونسبتس و principles. يعني مثلا تقول مثلا ان اللابلاس، واحنا اللابلاس بيعمل ايه، دي حاجه مفروض ان انت وانس ان انت درست لابلاس ما تنساهاش. لابلاس بيحول من دومين لدومين، لابلاس بيأثر على الفانكشن في التي، بيجيب فانكشن ثانيه كورسبوندنج ليها في الاس دومين. طيب بهدف ايه؟ بهدف ان في عمليات صعبه في التي بيبقى في عمليات اسهل منها في الاي في الاس. عمليات التفاضل والتكامل الصعبه دي في التي بيبقى ضرب وقسمه في الاي، الجبريك اوبريشنز في الاس، وده بيفيدني في ايه؟ ان انا اعرف احل ديفرنشال ايكويشنز. ده عمرك لما انت تقعد سنين كتيره ناسي لابلاس، عمرك ما بتستخدموش، يعني عمرك ما تنسى الحته دي. لكن لابلاس بتاع الساين ولابلاس بتاع الكوشاين ولابلاس بتاع لو ضربنا في تي او لو قسمنا على مش او التفاضل او الحاجات دي، واخد بالك، دي رولز ممكن تتنسي من الدماغ. في فرق ما بين البرنسبلز والايديا والمين ايدياز والقوانين. القوانين بتتنسي، لكن البرنسبلز والمين ايدياز عمرها ما تتنسي، واخد بالك. ف اللي انت ممكن مسموح لك ان انت تنساه هي القوانين، لكن الـ 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 المبادئ ما تنساهاش. ماشي. In what follows we will give a table of values of gamma function. الناس بقى بتوع الرياضة ريحونا وقال لك ايه، هو انت كل قيمة للجاما عايز تحسب جاما 3/10 مثلا، هتعوض عن اكس بثلاثة من عشرة يطلع لك تكامل تحسبه. للأسف التكامل مش هتعرف تحسبه analytically، مش هتعرف تحسبه إلا numerically. الناس بتوع الرياضة فادونا في الحتة دي وعملوا لنا تيبل، اديله الاكس ويطلع لك قيمة الجاما اكس بس بستيب اوف 2 من 100 اللي هو التيبل ده. تلاحظ في التيبل ده الآتي، آدي الاكس وادي جاما اكس، جاما 1/1 وجاما 2 وجاما 2 ايضا بواحد، وان بتوين القيم دي وان بتوين القيم دي ادالك قيمه الجاما، حسبها لك نيوميريكالي لانك ما تعرفش تحسبها اناليتيكالي بالمناسبه، حسبها لك نيوميريكالي واداها لك في تيبل. يبقى التيبل ده فايدته ايه؟ فايدته ان انت لو عرفت هي جاما اكس الاكس بيساوي كام، اذا كانت الاكس دي ما بين الواحد والاثنين يبقى جاما اكس دي هتعرف تجيبها من التيبل. تقول لي الله، طب هي لو كانت مش ما بين الواحد والاثنين، اقول لك بقى هي دي بقى القصه بقى. تعال نشوف مثلا، لا انا عايز حاجه قبل كده. تعال نشوف مثلا، لو انا عايز اجيب جاما 3/4، جاما 3/4 ديت مش موجودة في التيبل، بس أقدر أقول إن 3/4 ديت هي عبارة عن 2/4 + 1، واستخدم العلاقة بتاعة جاما إكس زائد 1 بيساوي إكس جاما إكس، ويبقى جاما إكس زائد 1 بيساوي إكس جاما إكس ديت نقدر نستخدمها بوضع الإكس ب2/4، يبقى ده هيساوي 2/4 جاما 2/4. اجي احسب 2 وجاما 2/4 ما لقاهاش في التيبل، اروح مكرر العمليه ديت تاني، اقول ان ال 2/4 ديت هي 1/4 + 1، يبقى جاما
اتنين واربعة من عشرة دي عبارة عن ايه؟ ادي الاتنين واربعة من عشرة اللي هي موجودة من الاول، جاما اتنين واربعة من عشرة بيساوي واحد واربعة من عشرة في ايه؟ في جاما واحد واربعة من عشرة. وجاما واحد واربعة من عشرة ديت هلقاها في التيبل، اجي عند واحد واربعة من عشرة اهي اهي، ادي جاما واحد واربعة من عشرة 0.887264، يبقى ده بيساوي اتنين واربعة من عشرة، سوري، اتنين واربعة من عشرة في واحد واربعة من عشرة في الجاما واحد اللي هي 0.887 مش عارف ايه 264، وكده هعرف احسب الايه الجاما. يبقى التيبل ده والرول دي ساعدتني ان انا اعرف احسب اي جاما، اي جاما لاي اكس، مش لازم تبقى ما بين الواحد والاثنين، لو كانت بتساوي ايه اي قيمه. طيب لو انا عايز، لو انا عايز اجيب جاما 0.1 يعني اقل من الواحد، ما هي مش موجوده، مش هلقاها موجوده في التيبل. طيب لو انا استخدمت القانون ده بالعكس، بان انا اقول جاما اكس بيساوي جاما اكس زائد واحد على اكس، وحطيت فيه الاكس بيساوي 0.1 يديني ايه؟ يديني جاما 1.1 على 0.1، وجاما 1.1 هقدر اجيبها من ايه؟ من التيبل، من التيبل اهي جاما 1.1 اهو 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 جاما 1.1. يبقى اذا العلاقه دي جاما اكس زائد 1 يساوي اكس جاما اكس، اقدر استخدمها علشان اعرف اجيب اي جاما فانكشن، اي جاما فانكشن طالما هي يا اما من الصفر للواحد، يا اما من واحد لاثنين في التيبل، يا اما اكتر من اثنين، اكتر من اثنين باستخدام جاما اكس زائد واحد بيساوي اكس جاما اكس بالشكل ده. لو هي من الصفر والواحد اقدر بستخدم جاما اكس بيساوي جاما اكس زائد واحد على اكس، وبالتالي انا اعرف احسب جاما اي اكس وانسى انها بوزيتيف، سواء ما بين الصفر والواحد او ما بين الواحد والاثنين مباشره في التيبل او اكتر من الاثنين. حد عنده اي مشاكل يا جماعه؟ هو النيجاتيف لا ليه؟ نعم نيجاتيف لا ليه؟ النيجاتيف لا ليه؟ جميل. النيجاتيف في الديفينيشن الاولاني، يعني واحنا بنقول جاما اكس، واحنا بنقول جاما اكس بيساوي تكامل من صفر الملا نهايه تي باور اكس ناقص واحد اي باور ماينس تي دي تي، كنا بنقول علشان ده نكون ضامنين انه يكون ما بيساويش انفينيتي لازم تكون الاكس اكبر من صفر. شوف، علشان نكون ضامنين انه ما بيكونش بيساوي انفينيتي، لو جاما بتساوي نيجاتيف فاليو في بعض الأحيان هتبقى convergent وفي بعض الأحيان هتبقى divergent. يعني هذا التكامل لو كانت الـ x negative، بعض القيم الـ negative هيبقى divergent وبعض القيم الـ negative هيبقى convergent. عشان كده بقى الناس بتوع الماثيماتكس حليت في عينيهم إن هم يextend الـ definition بتاع الجاما، ويبتدي يقول إيه؟ انا عايز اجيب definition of the gamma function for negative values للx. خد بالك جاما اكس بيساوي تكامل، ده التكامل اللي احنا كتبناه في الاول، ده convergent، ده convergent شور ان هو convergent لو كانت الاكس positive، لو كانت الاكس negative مش شور. يعني ايه مش شور؟ يعني بعض القيم هتبقى convergent وبعض القيم هتبقى divergent. زي ايه؟ تعال نشوف. The definition of the gamma function cannot be obtained from the integral because it converges only for the positive values del x. We agree to extend the domain of definition of the gamma function for negative values using the following relation. إن جاما x بيساوي جاما x زائد واحد على x. طيب نيجي نسأل بقى ونقول إيه؟ الناس اتفقوا إن هما
الجاما اكس فور اكس نيجاتيف هيجيبوها من الديفينيشن ده. ينفع في الديفينيشن ده تحط فيه الاكس بيساوي صفر؟ هيبقى جاما صفر بكام؟ بجاما واحد على صفر، مش كده؟ واحد على صفر بانفينيتي، يبقى الجاما عند الصفر دايفرجنت، ده اللي انا عارفه. ماشي؟ طب ينفع نحط الاكس بيساوي ناقص واحد؟ لو انا عايز اجيب جاما ايه؟ بص مبدئيا كده تعالى نشوف كده. لو انا عايز اجيب جاما صفر ده هيساوي واحد على صفر. طب لو انا عايز اجيب جاما ناقص واحد هيطلع بيساوي كام؟ حط هنا الاكس بناقص واحد هيبقى تحت ناقص واحد وفوق جاما صفر. طب اذا كان الجاما صفر اصلا بيساوي انفينيتي يبقى ده هيساوي نيجاتيف انفينيتي. طب ينفع تجيب جاما نيجاتيف 2؟ تقول لي حط الاكس بنيجاتيف 2 هنا يطلع لي ده نيجاتيف 2 وفوق جاما نيجاتيف 1. طب جاما نيجاتيف 1 بيساوي كام؟ بنيجاتيف انفينيتي، يبقى نيجاتيف انفينيتي على نيجاتيف 2 تطلع بوزيتيف انفينيتي. ومن هنا نقدر نثبت ان ايه؟ ان هذه العلاقه بتديني ان جاما نيجاتيف انتجر بيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف انفينيتي. جاما نيجاتيف ان بيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف انفينيتي. فور اكزامبل، انا يمكن كاتب الكلام ده بس انا حبيت ان انا اقوله لكم. ماشي، هياخد اكزامبل تاني. هياخد اكزامبل تاني. لو انا حطيت الاكس دي بيساوي 0 و1 و2، 0 وناقص 1 وناقص 2 وناقص 3 وناقص انتجر، هيطلع الجاما بيساوي انفينيتي. اما لو حطيت الاكس بيساوي نيجاتيف فاليو بات فراكشن، يعني لو انا حطيت الاكس بيساوي نيجاتيف نص زي المثال اللي عندي هنا اهو، وعوضت في العلاقه ديت باكس بيساوي نيجاتيف نص، هيطلع جاما نيجاتيف هاف بيساوي جاما هاف على نيجاتيف هاف. جاما هاف بيساوي كام؟ بجذر باي، وواحد على واحد على نص باتنين، فيطلع ده بيساوي نيجاتيف اتنين جذر باي، طلع له قيمه. وهكذا لو انا عايز اجيب جاما بتاعت نيجاتيف فاليو بات فراكشن، عمره ما هيديني صفر تحت. يبقى اذا انا دلوقتي وصلت لايه؟ لاتنين كونكلوجنز. لو انت عايز تجيب جاما نيجاتيف فاليو والنيجاتيف فاليو دي كانت نيجاتيف انتجر، ده شور هتطلع قيمة الجاما بوزيتيف أو نيجاتيف انفينيتي. ولو أنت عايز تجيب جاما نيجاتيف فاليو بات فراكشنال بات فراكشن، يبقى إذا هتطلع عليها قيمة مش هيطلع عليها انفينيتي. سيميلارلي، لو أنا عايز أجيب جاما نيجاتيف 3 و4 من 10، جاما نيجاتيف 3 و4 من 10 لو عوضت هنا عن إكس بيساوي نيجاتيف 3 و4 من 10 هيبقى بيساوي نيجاتيف 3 و4 من 10 تتكتب تحت، وفوق جاما نيجاتيف 2 و4 من 10 هنزود عليها 1، وجاما نيجاتيف 2 و4 من 10 بنفس القانون هتساوي هنكتب تحت نيجاتيف 2 و4 من 10 وفوق جاما نيجاتيف 1 و4 من 10، وجاما نيجاتيف 1 و4 من 10 هنعوض هنا هنكتب تحت نيجاتيف 1 و4 من 10 وفوق جاما نيجاتيف 4 من 10، وجاما نيجاتيف 4 من 10 هيساوي جاما 0.6 على نيجاتيف 4 من 10، وجاما 0.6 فوق بيساوي جاما 1.6 على 0.6. ونحسب الحسبة دي هتطلع لها ايه؟ هتطلع لها قيمة. يعني استخدمت العلاقة ديت وانس ان الاكس ديت كانت نيجاتيف فاليو، نيجاتيف 3 و4 من 10 او نيجاتيف 2 و4 من 10 او نيجاتيف 1 و4 من 10 او نيجاتيف 4 من 10. We can use the table to evaluate جاما 1 و6 من 10، ده المثال اللي انا خدته. جاما 1 و6 من 10 ديت من التيبل يعني. يبقى using the definition we can show that جاما نيجاتيف ان بيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف انفينيتي where ان از ا بوزيتيف انتجر، ده اللي احنا عملناه هنا اهوت في الاول. اما جاما نيجاتيف فراكشن اقدر اجيبها بالايه؟ بالتيبل، افضل ازود لغايه ما اوصل للتيبل. الاثنين دول مع بعض والقيم اللي انا جبتها، using this information we can sketch the curve of the gamma function for both positive and negative values. للpositive وللnegative values. وده يديني الكيرف بتاع الجاما فانكشن. خد بالك بقى ده الكيرف بتاع الجاما فانكشن. جاما واحد احنا اثبتنا انه بيساوي واحد، وجاما اتنين بيساوي واحد، ولو انت عايز تجيب جاما تلاتة، جاما تلاتة بيساوي فاكتوريال اتنين اللي هو بيساوي اتنين، ولو انت عايز تجيب جاما 4، جاما 4 بيساوي فاكتوريال 3.
فاكتوريال 3 اللي هو بيساوي 6 يطلع فوق 6 وهكذا الجاما انكريزنج. جاما نص بجذر باي، جذر باي جذر 3 يعني اكتر من 1 وهكذا وهكذا. كل ما قربت من الصفر كل ما الجاما بتنكريز. عند الناقص 1 وعند الناقص 2 وعند الناقص 3 والنيجاتيف انتجر الجاما بتساوي انفينيتي، يعني عندها فيرتيكال اسيمتوت. لكن عند اي فراكشن جاما نيجاتيف هاف لقيت له قيمه، لقيت قيمه الجاما نيجاتيف هاف وهكذا وهكذا. يبقى في قيمه للجاما عند اي قيمه بوزيتيف، وفي قيمه للجاما عند اي قيمه نيجاتيف اكسبت عند النيجاتيف انتجر. عند النيجاتيف انتجر الجاما بيساوي نيجاتيف انفينيتي والتكامل بيدايفرج، التكامل بيدايفرج. اوكي، حد عنده مشاكل لغايه دلوقتي؟ حد عنده اي سؤال؟ دكتور هو مش في السلايدز اللي فاتت الايه؟ مش سامع السلايدز اللي فاتت يا دكتور. هو احنا الارقام في المكان جبناها من فين؟ معلش السلايدز اللي قبل دي. السلايد اللي قبل دي ماشي، مالها؟ هو الارقام اللي هي نيجاتيف 3.4 دي جبناها من فين؟ اللي هي في المقام من تحت. بص انا ديت انا جبت، انا استخدمت دي، استخدمت دي كم مره؟ 1 2 3 4 مرات، 5 مرات كمان. يعني انا جيت قلت ايه؟ جاما ده خطوه اولانيه نيجاتيف 3.4، لو عوضت بيها هنا هتساوي ايه؟ جاما نيجاتيف 2.4 على نيجاتيف 2.4. طب هل ديت دي في التيبل؟ لا مش في التيبل. رحت جاي قايل طب جاما 2.4 بيساوي كام؟ عوض هنا تاني، دي لوحدها بيساوي جاما نيجاتيف 1.4 على نيجاتيف ايه؟ 2.4. زودت 1 مش كده؟ النيجاتيف 2.4 تتضرب في نيجاتيف، اسف دي 3، دي 3. النيجاتيف 2.4 تتضرب في نيجاتيف 3، ادي سبب الضرب الاثنين دول مع بعض اهم. وبعد كده رحت قايل طب جاما نيجاتيف 1.4 بتساوي كام؟ بيساوي جاما 4 من نيجاتيف 4 من 10 على 1 على نيجاتيف 1.4 اللي هي الخطوه اللي بعدها وهكذا، وضربتهم في بعض. فهمت؟ تمام ماشي. يعني استخدمت القانون ده 4 مرات أو 5 مرات، استخدمت القاعده دي كذا. حد عنده اي مشاكل؟ اللي هي الحته بتاعت الجاما بتساوي نيجاتيف نص، هو انا ممكن جاما نيجاتيف نص مش الجاما بتساوي نيجاتيف. تمام. مالها؟ انا عايز اسال بس، ممكن اخلي الجاما اللي هي نص دي ازودها كمان واحد وانزل النص ثلاثة على اتنين من الجدول عادي؟ صح تمام، تبقى جاما 3 على 2 على نص عشان اوصل للتيبل. لكن بما ان انا عارف ان جاما نص بجذر باي ومن ضمن الحاجات المحفوظه فعوضت بيها مباشره. صح، لكن كلامك صح. شكرا يا دكتور. العفو. حد عنده اي مشاكل؟ طيب بصوا بقى، انا الفايل ده هيبقى موجود معاكم كله ماشي. انا ما خلصتش المحاضره بتاعت النهارده، ما خلصتش الجزء اللي انا عايز اخلصه النهارده. هدي لكم الفايل ده هو از بي دي اف فايل، هيبقى موجود معاكم هتقروه وتحضروه للمره اللي جايه ماشي. وان شاء الله هبقى ماشي معاكم كده هو، ان انا محاضره محاضره ادي لكم الفايل اللي بعده علشان ايه؟ علشان دماغكم تبقى مستوعبه معايا، علشان خاطر نقدر ننجز في الايه في المحاضره وندي حاجات كتيره، او ندي حاجات تبقى مفهومه اكتر، مش عشان ادي حاجات كتيره، عشان تبقى مفهومه اكتر. فانا هحط لكم الفايل ده هوت على ال ام اس وعلى التيمز في الفايلز بتاعه الايه شانل دي ماشي. لكن انا كنت عايز اتكلم معاكم على حاجه بخصوص ميعاد المحاضره. اقدر ابدر ميعاد المحاضره نص ساعه، خليها 12 بدل 12 ونص. انا عارف ان الفتره دي بريك، عارف انها اونلاين اكيد. انتوا مشيتوا؟
سامعيني؟ موجودين. احنا ما عندناش حاجه قبلها دكتور فادي ولا في الجدول في عندكم لاب قبلها، بس اللاب بيخلص قبل الـ قبل 12 ال 10 مش كده؟ هو حضرتك ممكن مثلا يعني نخليها 12 وربع برضو، بحيث ان لو هو بص هي 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 ضربه معايا في محاضره بعدها، علشان خاطر يعني هي 12 وربع اوكي مفيش مشكله فيها، بس انا عايز يعني ما تزنقوش اكتر، وانا كمان ما تزنقش اكتر. لو ينفع 12 يبقى كويس، لو ما ينفعش نخليها 12 وربع. دكتور احنا عندنا مندوب ممكن يقول لحضرتك هيعمل فوت على الجروب ويشوف. جميل. يعني عشان ده قرار جامعي للدفعه، يبقى هيعمل فوت ويشوف يا 12 يا 12 وربع، لكن ديفينتلي انا عايز ابدرها. تمام ديفينتلي انا عايز ابدرها علشان خاطر ما تضربش في المحاضره اللي بعدها. يعني في محاضره عندي ابتدت دلوقتي اوريدي. اوكي ماشي ماشي يا دكتور. تمام تمام. حد عنده اي سؤال؟ طبعا بعد كده يعني انا عايز اعمل اسكيب كده وعايز افرجكم على بعد كده احنا هنعمل ايه في بروبرتيز للجاما. انا مش بشرح، لا انا بقول لكم انت هتلاقي ايه بعد كده، لكن الكلام ده هعمله المره اللي جايه. وبعد كده هدخل على فانكشن تانية اسمها البيتا فانكشن وادي الديفينيشنز بتاعتها، وبعد كده هوت اشوف ايه علاقه البيتا بالجاما، و ليه بقى بندرس الجاما والبيتا؟ ليه بندرس الجاما والبيتا؟ عشان نعرف نحل بعض التكاملات اللي تبقى كانت صعبة قبل كده، نعرف نحلها دلوقتي. ناخد شوية أمثلة ونبقى خلصنا. دي ده الجزء اللي فاضل 3 أو 4 سلايدز تانيين، بس أنا حابب إن أنتوا تقروهم قبل ما إيه؟ قبل ما ناخدهم المرة اللي جاية. حد عنده أي مشاكل؟ حد عنده أي سؤال؟ انا هداونلود الاتندنس ليست دلوقتي. ماشي هستوب ريكوردينج. المندوب الدكتور يكلمك على اني على الايميل او على تيمز. ايميل يبعت لي ايميل او يكلمني على التيمز. تمام ماشي ماشي. ولما هيكلمني انا هدي له تليفوني يقدر ان هو يكلمني. ماشي ماشي ماشي. حد عنده اي سؤال؟